البذور والتصحر هو ما يهدد الفلاحين ببلدية أم العسل في ولاية تندوف، أين شك هؤلاء من قلة الدعم ليطالبوا السلطات المعنية بمساعدتهم. التغطية لمحمد الجب. نطلب من الله ومنهم يساعدونا في الحقيقة. يقول لك أقوت 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 ما 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 هو موفر، يقول لك الأشجار المصدة للرياح ما هي موفرة، يقول لك باللي في الحقيقة الإمكانيات اللي يبغى يخرج الدعم الحكومة تساعده، احنا ما ساعدتنا ما أعطونا والو ما نعطونا والو، وعلى كل حال أمال احنا مجتهدين وباغيين نخدموا. منطقة أم العسل هذه فيها تصحر ياسر، فيها ياسر من الإحجاج المتواصل اللي ما عنده حدود، ونبغوا ونطلبوا من السلطات على انها تساعدنا في هذه في الرمال اللي درت يردم اليوم، اليوم تديروا اليوم يردم اليوم. والله الا نحتاجوا كثير للدعم تاع الدوله على جميع الاصعده، على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني. والله عندنا مشكل في البذور الحقيقه، نعانوا منها كثيرا جدا، وفي الحقيقه هاي الارض اصلا ارض معطاءه وارض صالحه للفلاحه في حكم تجربة الثمانينات على حسب ما قالوا لنا الآباء.